على من اعتمدت في معيشتك حتى الآن أيتها الجاحدة للجميل؟ إنه بسبب عطفي سمحت لك بالبقاء هنا، وهذا هو جزائي. أنيسة مينشن، أنت لن تكوني للحظة عطوفة علي. ماذا تقولين؟ وهذا المكان؟ كانت عندنا المسلسلات المتحركة تعلمك العطف والحنان يا أخي. كم مرة بكيت على سالي وهي تخرج تطرد هذه المعلمة الشريرة هذه. كانت رسوم متحركة، حتى رسوم متحركة تعلمك رياضة. الحين رسوم متحركة تعلمنا الهبل. حتى رسوم متحركة كانت تربي. أقسم بالله أن الرسوم المتحركة سابقا والله العظيم كانت تعلمنا البر. كانت تعلمنا قيمة الأم. تعلمنا قيمة الأم، كانت تعلمنا قيمة النعمة، وكانت تعلمنا الأخلاق. مؤدبة، مؤدبة جدا. شوف تعلمنا الأخلاق والصبر. لا نشوف الرسوم المتحركة، الانتقام، الضرب، سنقتلهم، سنفعل كذا. ويعني انظر كيف وصل الأمر. كانت الرسوم المتحركة السابقة تعلمك اللغة العربية، حتى تعلمك التعايش. كان يعني يعطيك كيف يتعامل الصغير مع الكبير. فنحن نحتاج إلى سلسلة تعليمية للأبناء، كيف يعلمون الأخلاق، الأدب. اجعل لابنك قدوة من رسوم الأطفال، حقهم أن يروا هذه الأشياء. لكن أنت وظيفتك أن توجه، واجبك أن توجه. ليس كل ما يعرض على هذه القنوات في محل أمان. فالآن وظيفتك أنت أن لا تؤمن 100%، بل كن رقيب.